بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. الله المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل ان وظل كل امين. هناخد مع بعض مزمور من مزامير النوم او الصلاه الثاني عشر. كان ابونا هذا المره اللي فاتت او قبل اللي فاتت يعني اخر مزمور. هاخد اول مزمور. مزمور حلو جدا نحتاج كلنا ان احنا باستمرار يعني نعيش كلماته وناخد بركته. يقول ايه؟ يقول من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن اذناك مصغيتين الى صوت تضرعاتي. ان كنت تراقب الاثام يا رب يا سيد فمن يقف؟ لان عندك المغفره لكي يخافوا منك. يمكن الألفاظ دي غير الموجودة في الإجبية، لكن أنا قصدت أقراها من الإنجيل عشان خاطر ده اللي بين إيدينا يعني. انتظرت نفسي وبكلامه رجوت. نفسي تنتظر الرب أكثر من المراقبين الصبح، أكثر من المراقبين الصبح. أول نقطة إن المرنم أو المصلي بيطلب ربنا إنه يسمع صلاته. الجزء الثاني، هل يا ترى ربنا بيراقب أو بيترصد أخطائنا أو هيمسكنا على الوحدة؟ بمعنى ايه؟ هل يا رب بتاعتك ايه؟ النقطة الثالثة، انتظار الرب. يمكن انا هركز قوي على الجزء الاولاني لأن في ممكن يتفهم الجزء الباقي كله. فيقول كده، من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعاتي. هل يا ترى ربنا عايز إنسان يقعد يلح عليه عشان خاطر يسمعه؟ هل معنى كده ان ربنا يعني عايزك تقعد تترجاه؟ الحقيقه غير كده. الحقيقه ان احتياج الانسان هو اللي بيخليه يقعد يترجى ربنا، احتياج الانسان. لكن ربنا لا يتلذذ ابدا بانك انت تقعد تترجى فيه، تترجى فيه، تترجى فيه. ما بيحصلش. يمكن لما جه يعلم الصلاة قال مثل الأرملة أو المظلومة اللي راحت للقاضي مرة واثنين وثلاثة واربعة ومش عايز انصفها. فأنا ترى ربنا كده؟ الحقيقة مش ربنا مش كده، بالعكس. ده أنت ممكن ربنا لما يلاقيك في موقف وبعدين يلاقيك مشغول بيه قوي زي ما هنشوف دلوقتي في الحاجات اللي هنتكلم عنها، فيتعجب قوي انك انت ليه عينيك مش عليه، مش على ربنا ليه؟ يعني يحكوا ان مره واحد كان في مشكله كبيره قوي
قاعد يحاول فيها ويحاول فيها ويحاول فيها، وفي الآخر خالص قال له يا رب أنت فين؟ قال له يا ابني أنت لسه يدوب، لسه يدوب فاكرني دلوقتي، لسه يدوب فاكرني دلوقتي. فعشان نتأكد من الكلام ده هناخد كم موقف كده في الكتاب المقدس يفهمونا الحكاية. أول موقف بيتكلم عن شعب إسرائيل لما ربنا عمل أعمال كبيرة قوي عشان يخلصهم من عبودية فرعون وخرجوا بعد خروف الفصح في الليلة هذا دبعوا فيها خروف الفصح، واللي عدى ملاك المهلك أهلك أبكار المصريين ونجا كل شعب إسرائيل من الضربة دي. فخدوا حاجتهم، خدوا بعضهم يلا راحوا خارجين وتحرروا بقى من العبودية. وكان ممكن جدا ان هم في خلال ايام قليله قوي يوصلوا ارض كنعان، يعني لو مشوا على شاطئ البحر الابيض بمحاذاته كده على طول هيوصلوا فلسطين في خلال 6 7 8 ايام مشي مثلا. لكن ربنا قصد حاجه تانيه، قصد ان يطول لهم المده دي شويه قبل ما يوصلوا أرض كنعان. ليه؟ لأن اللي بيتاخد بالسهل بيضيع بالسهل. إزاي؟ يعني لو هما خرجوا من أرض مصر 6 7 أيام بقوا في أرض كنعان، أي ضيقة هتصادفهم يقول لك نرجع أرض إيه؟ مصر مرة ثانية. ما الحكاية سهلة. دي هي يا دوب 6 أيام نمشيهم. فربنا دايماً يتعامل بحكمة مع الإنسان. يعني مثلا واحد بيجاهد ضد خطية، ليه يا رب ما تخلصنيش منها فورا؟ ليه أتعب لغاية لما أخلص منها؟ ليه أقعد أجاهد مدة طويلة عشان أخلص منها؟ عشان ما ترجعش تاني بسهولة للخطية. لأن لو ربنا خلصني من الخطية مرة واحدة هرجع لها بسهولة، أقول لك خلاص ما هي إيه؟ حكاية سهلة رايح جاي. زي واحد بيعدي شارع ويرجع عيل بيلعب. فراح ربنا توههم بدل ما يمشوا الطريق السهل مشاهم كده، فاتفاجئوا ان هم قدام البحر الاحمر. وفجاه بصوا لقوا فرعون جايب جيشه وراه، وحصل حوار صعب جدا بين شعب اسرائيل وبين موسى. قالوا له مش ده الكلام اللي كنا بنقول لك عليه؟ مش قلنا لك يا اخي ابعد عننا وسيبنا في حالنا، واحنا كنا مرتاحين هناك بنخدم فرعون وبناكل وبنشرب، ايه اللي خلانا نخرج؟ تخرجنا ليه؟ طب يعني يعجبك ان احنا فرعون دلوقتي موتنا في البريه اللي احنا فيها دي؟ كلمه كلام صعب جدا جدا جدا، موقف كان صعب. تقول لي طب وليه ربنا يسمح بان الانسان يتحط في موقف صعب؟ والحقيقه ربنا مش قاصد كده. يعني في ناس كتير جدا يقفوا في مواقف صعبه، طب بينهم مشاكل، ليه ربنا حطني في المشكله دي؟ بينما ممكن يكون هو اللي حط نفسه في المشكله، او فرضت عليه المشكله من عدو الخير، او فرضت عليه المشكله من عدو الخير. فعشان كده بيقولوا ايه؟ من الاعماق صرخت اليك، انا بصرخ اليك من عمق مشكله الشيطان حطني فيها، او قد اكون انا نفسي حطيت نفسي فيها. فموسى طبعا لقى نفسه في ضيقه شديده جدا. ليه؟ ده مسؤول عن شعب باكمله، شعب بحاله، 2 مليون راجل غير الستات غير الاطفال غير، يعني شعب بحاله هو مسؤول عن الشعب ده كله. فلا نفسه في حيرة في ضيقة. لكن كل اللي قدر يقول لهم قال لهم ايه؟ قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. ده كل اللي قدر يقوله. وبعدين تتقال عبارة بقى
وقال الرب لموسى: حتى متى تصرخ إلي؟ مع إن لو قلت خروج ما تلاقيش إن موسى قعد يصلي ولا حاجة، لكن هو كان بيصرخ له منين؟ من الأعماق، من العمق. ليه؟ ضيقة جديدة، ضيقة جديدة اتفرضت عليه فبيصرخ بقى. طب يا رب الحل إيه؟ وطبعا خلي بالكم اوعوا تكونوا فاكرين ان موسى كان يعرف الحل قبل ما ربنا يعمله او كان يتخيله نهائي، لان ربنا بيعمل ما لم تروا عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر، ما شفناش قبل كده نهائي اللي هيعمله ربنا دلوقتي، ما شفناهوش ولا حد سمع به ولا كان يخطر على بال موسى اطلاقا اطلاقا، ما يخطرش على بال. لكن بالتأكيد كان موسى في ضيقة شديدة، يا رب بس هتحلها ازاي؟ انا ما اعرفش، انت الحل عندك انت. فقال له: طب اضرب الميه بالعصا يتفتح لك في طريق. موسى راح قطع زي ما الست العذراء علمت كل ما يقوله لكم ايه افعلوا، خبط الميه اتشق طريق ومشي الشعب في الطريق ده، الطريق اللي ربنا عمله. وزي ما اقول لك عمرنا ما سمعنا قبل كده ولا هنسمع بعد كده ان ممكن يكون في حل بالكيفية دي. ماشي الشعب، ففرعون بكل جهله قال لك: طب هم ماشيين واحنا وراهم برضه، هنرجعهم هيروحوا مننا فين؟ ما هو قدامنا. بص الاقي ايه ربنا بقى حاجز بين فرعون وبين شعب اسرائيل. شعب اسرائيل ماشي بامان خالص وفرعون ماشي وراه، لغايه لما جيش فرعون انحصر كله وسط البحر وشعب اسرائيل بيعدي، عمال يعدي. فلما انحصر جيش فرعون كله في وسط البحر، قام ربنا قال لموسى: اضرب البحر مره ثانيه عشان يرجع الميه لاصله. فرجعت الميه لاصلها، دفنت كل جيش فرعون. فيبقى هنا النقطة إيه بقى؟ الأعماق دي عبارة عن إيه؟ من عمق الضيقة والصلاة من عمق القلب. بس خلي بالك الضيقة دي مش ربنا اللي حطني فيها، ربنا ما حطنيش فيها، قصد ربنا موضوع تاني خالص. قصد ربنا إيه؟ إن أنا لو خرجت من الخطية بسهولة جدا هعملها لعبة، اعملها لعبة زي ما احنا بنعمل كده، زي ما احنا بنعمل ايه، ابص الاقي في اعترافاتي في حته ان كل ما اقعد مع ابونا اقول له نفس الخطايا يا ابونا اللي فاتت بكررها تاني. ليه؟ اصلي بسهوله خدت الحل، اصلي بسهوله اتناولت، فبالسهوله دي خلاص استمر في حياتي زي ما انا عايز، وكل شويه اجي اقول له نفس اللي استهيه إلا السعية. لكن في مواقف ربنا بيسيبني فيها لغاية لما، زي بالظبط كده إيه؟ إنسان مدمن. الإنسان المدمن ده ما بيطلعش من الإدمان بسهولة. يعني واحد يقول لك إيه؟ أنا بشرب سجاير، طب بعدين؟ يعني لما الفلوس بتقل معايا بقى بطلها، طب بعدين؟ ولما يجي أول الشهر برجع لها أكتر. وبعدين انا بطلها وارجع لها اكتر، وبطلها وارجع لها اكتر. لكن طريقه ربنا بقى ايه؟ ان هو يخليك تجاهد مده طويله قوي لغايه لما يخلصك منها. قاصد كده عشان خاطر لما تخلصك منها ما ترجع لهاش مره ثانيه. فده موقف من المواقف اللذيذه جدا في الكتاب المقدس، حلوه
بتدل على ان ايه ما الاعماق صرخت اليك من عمق الضيق. قد ايه يعني عايزك تحط نفسك كده مطرح موسى. طب شعب اسرائيل لما اتضايق اتخانق مع موسى وقال له فرعون يا شعب موسى احنا خدامين سهل. لكن الضيقة كانت مين حاسس بيها؟ موسى هو اللي حاسس بيها. موقف تاني لذيذ قوي برضو من الاعماق يا رب صرخت اليك. في اعمال 16 قديس بولس الرسول وسيلة راحوا فيليبي مدينة فيليبي قعد يبشروا بالخلاص وبالفداء وبالمسيح. فكانت في هناك امرأة عليها روح عرافة شيطان والشيطان ده ممكن يتكلم وجايز يتكلم كلام تنخدع بيه لأنه كلام ممكن يكون حلو. فالست دي اتدبقت بولس الرسول راهم كل ما يمشوا في طريق يكلموا مجموعة الناس دول اللي بيدعوكوا لطريق الخلاص. طبعا لما الكلمتين اللي بتقولهم كلمتين حلوين الحقيقة كلمتين حلوين قوي. يعني أي واحد ممكن يتخدع يقول لك دي بتشهد لنا اهي وشهد لنا واحد من قومهم يعني. لا ده الشيطان اللي بيتكلم عشان كده ربنا ما بيقبلش ابدا شهاده الشيطان اطلاقا ما بيقبلهاش. لما كان المسيح يتجول ولما يكون في روح نجس كان الروح النجس يصرخ انا اعرفك من انت قدوس الله. كان ربنا يعمل ايه؟ ينتهز يقول له اخرس ما تكلمش. ليه؟ مش هاخد شهادتي منك ف الست دي بقى كررت مرة واثنين وثلاثة وأيام كثيرة جدا. فبولس تضرر من الموقف ده فانتحر الروح النجس ففارقها روح الرعراف. مين الضر؟ كان في راجل بيستغل إمكانياتها إن هو يضحك على الناس ويكسب منهم مكاسب بروح العرافة ده. إنه قد يضحك عليهم إن أنا أعرف لكم أقرأ لك البخت مش عارف إيه الكلام الفاضي ده كله. فلما الرجل رأى إن مصدر رزقه راح فابتدى يهيج البلد كلها ضده ضربوهم ضرب بالعصي لما عدموهم العافية بولس الرسول وسيلة وراحوا اشتكوهم فرموهم في السجن. وحافظ السجن خد منهم أوامر ان هم يعني عاملهم اسوأ ما يمكن. فيقول كده القاهم في السجن الداخلي وربط اقدامهم في مقطره. يعني مفيش بقى ضيقه اكتر من كده. مضربين ضرب شديد جدا وجروح تمام يعني وفي السجن الداخلي وايه كمان وفي رجليهم في المقطره. نص الليل بولس قال لسيلة يلا بينا نصلي. صلي. هنصلي امتى وهنصلي فين؟ هنصلي في السجن وسط المساجين. وهنصلي امتى واحنا في الحاله اللي احنا فيها دي والتعب اللي احنا فيه ده كله؟ يلا بينا نصلي. وقفوا يصلوا. حصلت زلزله السجن هتزلزل. القيود اللي في ايدين وفي رجلين المساجين اتفكت. الابواب كلها اتفتحت. مساجين بقى خلي بالكم انه كان مثلا بولس وسيلة كده في الاخر كده خالص كل المساجين اتحلت قيودهم دوروا وشهم للباب اللي ممكن يخرجوا منه وبصين لمين؟ لبولس وسيلة مستمتعين قوي بالتسبيحة اللي عاملينها بولس وسيلة. ايه الحكاية؟ من الاعماق صرخت اليك يا رب من عمق الضيق بس عايز اقول لك بقى ايه اتحولت الحكايه. يلا هو احنا في سجن ولا في كنيسه؟ هو ده بقى ده سجن ولا بقى كنيسه؟ ده ناس بتسبح
وناس عماله تبص وتسمع التسبيح ومبسوطين قوي قوي، مع ان كان في فرصه ان كل مسجون منهم ياخد بعضه ايه ويجري، فرصه القيود اتفكت والباب مفتوحه وما فيش اي عائق بينهم بين هم يهربوا منه. شفتوا احنا في ثوره 11 دي ولا 11 يناير 25 يناير دي 2011 المساجين هربوا كلهم من السجون، بس هربوا بطريقه بشعه. لكن صلاة بولس وسيلة حولوا السجن إلى اجتماع روحي لذيذ قوي، المساجين مستمتعين قوي بالصلاة وبالتسبيح. حرز السجن قلق من نومه، نزل يطمن على السجن، لا أول باب مفتوح، الباب الثاني مفتوح، الباب الثالث مفتوح، الله الله الله، كل ابواب السجن مفتوحه. يبقى اذا المساجين اللي جوه كلهم هربوا، يبقى انا هتعرض هنا ليه للمحاكمه وهيعدموني، يبقى بايدي مش بايديهم. مسك السيف عشان خاطر ايه؟ يقتل نفسه. فسمع صوت من جوه، ما تعملش حاجه، ما تعملش حاجه في نفسك، احنا كلنا موجودين. ومعقول السجن ابواب اتفتحت ولسه في مساجين جوه؟ فالراجل جاب شعله ودخل، لقى الابواب كلها مفتحه والناس المساجين كلهم مدين ظهرهم للباب. خلي بالكم الموقف قد ايه لذيذ، قد ايه لذيذ، مدين ظهرهم للباب وعمالين كل عينيهم لمين؟ لبولس وسيلة، والتسبيحه بتاعت بولس وسيلة، الكلام الحلو اللي بيقوله بولس وسيلة. فالسجان الله، في كده في الدنيا، في كده في الدنيا، في ان ممكن المساجين في فرصه ليهم للهروب، وقاعدين كما لو كانوا في كنيسه بيصلوا. طبعا هو لا يعرف كنيسه ولا يعرف حاجه، لكن منظرها كده منتهى اللذه. بس قبل ما اكمل، يعني لذيذ قوي المنظر ده، الناس اللي قاعدين في الكنيسه مدين ظهرهم للعالم. بس للأسف الشديد النهارده بنشوف الناس بتدي ظهرها للكنيسة وشها للعالم، للأسف. فالراجل السجان حس في سر هنا، في سر، ايه السر ده؟ فخد بولس وسيلة قال لهم اعمل ايه عشان ابقى زيكم؟ ايه اللي اعمله عشان ابقى زيكم؟ قالوا امن بالرب يسوع انت تخلص انت واهل بيتك. فاعتمدوا جميعهم. فمن الأعماق، من عمق الضيقة اللي اتفرضت علي، صليت وربنا إيه؟ استجاب. النقطة اللي بعد كده هاخد كمان موقف تاني، بس الموقف التاني هيكون أدق من كده شوية، نفسي إن أنتوا تركزوا معايا فيه لأنه دقيق أوي أوي، ويا ريت إن احنا ناخد بالنا منه. فيقول له إيه؟ من أعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغتين إلى صوت تضرعاتي. إن كنت تراقب الأثام يا رب يا سيد فمن يقف؟ في بعض الناس فاهمين إن يعني ربنا ده زي ما قلت لك بيتصيد لهم الخطأ أو بيترصد للخطأ. وهي في النص بتاع الإجبار، إن كنت راصدا للأثام يا رب فمن يثبت أمامك؟ مع ان ربنا مش كده، ده تكفي زي ما هنشوف دلوقتي بعد شوية. يعني خطية واحدة بس كافية قوي قوي انها تهلك الانسان وتضيعه. فهل ربنا فعلا بيترصد ليك الاخطاء، ولا هو مبسوط قوي ان هو يكتب سجل كده بالخطأ بتاعك عشان يتشفى بيك؟ فيقول له ايه بقى؟ لان المغفرة من عندك. هو انت مش بتترصد الخطأ، بالعكس ده انت المعروف عنك انت المغفرة كلها عندك انت. حتى ساعة لما السيد المسيح في بيت سمعان
الفريسي لما قال للمرأة مغفورة ليك خطاياك، فمن قال هو مين اللي يغفر خطايا على الأرض ده؟ الوحيد اللي قال له يغفر مين؟ لأي خطية بيعملها الإنسان في الدنيا موجهة ضد مين؟ ضد ربنا. تقول يعني أنا لما بشتم واحد الخطية دي ضد ربنا؟ أقول لك طبعا طبعا. انت سمعت ربنا لفظ مش حلو وربنا بيسمعهوش؟ سمع. عشان كده يوسف لما تعرضت على الخطيئة قال ايه؟ كيف اصنع امام الرب؟ انا مش هغلط في حقها. ربنا حقه يغفر، يقول انا لان من عندك المغفرة. في الإنجيل مكتوبة بعديها هي من أجل اسمك، لكن هي مكتوبة بطريقة ثانية بقى، لكي يخاف منك. تقول الثانية هنا، الثانية يمكن أسهل شوي. من أجل اسمك دي سهلة، ويمكن هم اختاروها في الكبيرة معرفش عشان ترجمة سهلة ولا عشان إيه. أنا ممكن اخترت دي عشان خاطر اللي يقراها في الكتاب المقدس يعني ممكن يفكر فيها شوي. هل يا ترى ربنا قاصد ان احنا نخاف منه؟ ابدا ابدا. هو ربنا لما خلق ادم خوفه؟ بالعكس، ده كانت لذة ادم انه يتقابل مع ربنا، ولذة ربنا انه يتقابل مع ادم. ما ابتداش ان ادم يبقى في بينه وبين ربنا حواجز الا بعد الخطيه. الحاجز عمله مين؟ الشيطان هو اللي عمله لما قال له لا 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 تاكل ومش هجرى لك حاجه. ساعتها بقى في حاجز بين ادم وبين ربنا. فايه بقى حكايه لكي يخاف من ربنا؟ هو اللي بيسامح ده يتخاف منه ولا لا؟ يعني يخاف منه، يخاف منه لأنه لو استغليت طبته عقاب، لو أنا استغليت طبته عقابه أشد. عشان كده ما تستخفش بطول الدار ربنا، ما تستهونش بيه. مش عشان خاطر ربنا بيسامحك أمتك تتمادى فيه. ويمكن في موقف في الكتاب المقدس او في انجيل حكى المسيح، قال ان كان فيه انسان غني وفي واحد مديون له بمبلغ كبير قوي ب10,000 وزنه. فمسك دفتر حساباته لقى الراجل ده مديون ب10,000 وزنه، فندح له ليه عليك كذا؟ قال له اه. قال طب سدده. فانا معيش دلوقتي وفضلك امهلني. قال لا 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 انا امهلتك كتير ومش هينفع. اترجع شويه فصاحب الفلوس طيب قال له خلاص مش عايز منك حاجه، مش عايز منك روح. الرجل طبعا طلع مبسوط جدا. يدوب على الباب كده بيبص حواليه لقى واحد، قال تعالى هنا، مش انت مديون لي 100 درهم؟ قال له اه. قال انا عايزه، انا معيش دلوقتي يا معروف طول بالك عليا. قال لا 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 ما عنديش طول البال، انا عايز 100 دينار بسرعه، والا اخدك انت. مش هيسامح زميله بمية؟ طب ازاي؟ راحوا للسيد الطيب بقى. بتصور بقى الراجل اللي انت سمحت ب10,000 عمليه، قال له عمليه؟ قال له هو خارج حصل كذا كذا كذا. اقول له حكايه، قال له طب انت هو
يا ابني مش لسه مسامع حاجة مش ان انا اكلمك عنها انها دخلت صديقة او ينطبق عليها هذا المزمور. مش ممكن يعني ممكن من الاعماق صرخت ليك يا رب لاي حد في الكتاب المقدس اقول لك اهو فلان اهو فلان اهو فلان قصص ملهاش عصر. الشخصية اللي هكلمك عنها الوقت ده شخصية أي سبعة يقول إيه؟ كما يقول أيضا في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. بيتكلم عن مين؟ شخص المسيح الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طالبات أو طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه. الكلام ده ينطبق على المسيح انه من اعماق يا رب صرخت اليك. الحقيقه الكتاب المقدس بيقول كده، الروح القدس بيقول كده، الكلام ده بيقوله بولس الرسول مش بيقوله من نفسه لكنه بيقوله فعلا الروح القدس هو اللي بيتكلم وبولس الرسول هو اللي بيكتب. ولان الجسيماني كلنا عارفين ان السيد المسيح لما خد تلاميذه وسان جسيماني انفرد عنهم وصلى ثلاث مرات ويقول كده وكان عرقه يتصبب كقطرات دم من كتر عمال يجاهد في الصلاة يعني هو المسيح يعني ممكن يجاهد في الصلاة بالكيفية دي؟ الحقيقة ليه؟ لأن أصل المسيح زي ما احنا عارفين إله متجسد، ففيه الطبيعة الإلهية وفي نفس الوقت فيه الطبيعة البشرية. فاللي بيجاهد ده في الطبيعة البشرية بتاعته. ليه؟ لأنه وضع عليه خطايا العالم كله، وضع عليه خطايا العالم كله. بمعنى ايه؟ بمعنى الخطايا اللي ارتكبها وهو الحقيقة بريء. حط عليه أخطاء ناس آخرين لا ده أخطاء وكيت ويحطوا عليه تهم مش بتاعته. فما بالك بقى المسيح بقى لما يشيل بقى خطايا من أبشع ما يمكن. عارف مثلا إيه؟ خطايا قتل، ده
جرائم القتل في العالم ملهاش حصر. تصور بقى المسيح شال على الصليب كل خطايا القتل دي، شايلها هو مع ان هو مش بتاع كده. خطايا الأسوأ، الزنا، خطايا النجاسة، خطايا السرقة، خطايا السلب، خطايا النهب، خطايا الانحرافات الجسدية، الشتايم. على فكرة الناس النهاردة بيستهينوا بالشتيمة. يعني سهل جدا واحد يكتب شتايم والناس تشير له وتشجعه ويبقى مبسوط قوي قوي ان الشتايم اللي عملها ده. في نص في كتاب الآية من 9 و10 يقول لك الشتمين هرموش السم، وحتى الشتمين مع اللصوص، مع اللي بيسرقوا، مع اللي بيزنوا، مع اللي مضاجع الذكور، مع مش عارف المقبولين، مع كل دول معاهم خطية الكذب والشتيمة والحلفان، كل ده أي خطية منهم كانت تكفي، أي خطية منهم كانت تكفي لهلاك الإنسان. ومع ذلك إن كنت للأسام رصدا فمن يسكت؟ يا رب أنت مش أنت، لأن عندك أنت المغفرة، بس مش كونك بتغفر إن أنا استهين بقى بالحكاية ويلا أخدها فرصة أكرر وأكرر وأكرر. يعني واحد يقول استغرب الله، تقول ليه ربنا يعني اللي بيكتب شتايم ده ولا بيسرق ده ولا بيقتل ده، ربنا ساكت يعني بدي الفرصة إنه يتوب، يمكن يتوب، يمكن يخلص، يمكن يتوب، من عارف. فالمسيح بقى شال ده كله عشان خاطر يتصلب بيه. اوعى تفتكر ان الام الصليب بس هي دق المسامير والجلد مش هي دي الالام. الالام الاصعب انه يشيل اسام البشريه كلها عشان يكفر عنها ويخلي البشريه مقبوله قدام ربنا. طب ليه يا رب انت بتعمل كده؟ يقول لك من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. استحتمل ده كله ايه؟ من اجل سرور مين؟ سرور الاب ان هو يغفر للبشريه، وسرور البشريه التي يغفر لها. فعشان كده من الاعماق فعلا ممكن تنطبق على السيد المسيح، هو شايل خطيتي ومصلوب عنه من اجلي، ومصلوب من اجلي. في الاخر يقول لك ايه؟ انتظر الرب، انتظر الرب. زي يقول لك انا نفسي بتنتظرك كمن يراقب الصبح. عارفين يعني مين اللي بيراقب الصبح ده؟ الشخص المتالم ليله صعب. ليه؟ لو يكون واحد مريض بعيد عنكم، كل المشرفين على علاجه بيجي وقت يتعوي يروح ينام، ويبقى فضل هو لوحده مع آلامه، يا ترى آلام دي هتوصل لغاية فين؟ فيفضل فين بيترقب امتى الصبح يجي عشان يبتدوا الناس دول يقولوا تاني يعتنوا بيه. يقول له كده أنا نفسي انتظرتك زي مراقب الصبح، الناس اللي بتنتظر ان الصبح يجي، او الناس اللي في ضيقه وتنتظر امتى تنحل الضيقه دي. بس لما تطول بالك على ربنا، ده كان هو ربنا كمان عايزني اطول بالي عليه. طبعا هو ربنا عايزني اطول بالي على 3 حاجات مش عليه هو بس. المفروض اطول بالي على ربنا، واطول بالي على الاخر، واطول بالي على نفسي. ياريت ناخد بالنا من النقطة دي. انت عشان توصل لنتيجة من فضلك طول بالك على ربنا. مش ربنا هيحلها لك دلوقتي، يعني هيحلها لك دلوقتي، هيحلها في الوقت المناسب. فاستنى. نمرة 2، وطول بالك على نفسك واحتملها عشان ما تقعش في اليأس، عشان ما تقعش في اليأس، لان وقوعك في اليأس زي ما عمل يهوذا كده، ما صبرش على نفسه، راح قتل نفسه.
فخسر ابديته. واصبر على اللي قدامك كمان عشان خاطر هو كمان ايه يراجع نفسه. فهو مزمور حلو جدا، يا ريت ان احنا نروح نقراه مره تانيه، وهناخد فيه بركات كتيره اكتر بكتير جدا من اللي سمعتوها لما تطبق الكلام ده بقى على المراه الخاطيه اللي جت في بيت سمعان، وازاي من الاعماق كانت بتصرخ من جواها مع انه ما كانش فيه صوت طالع، ما كانش فيه كلام بتقوله. ولما ما حنا ام صمويل راحت وهي مررت النفس نفسها مره، قعدت سجدت قدام الهيكل وقعدت تصلي، ويا دوب بس شفايفها بتتحرك وصوت ما فيش صوت مسموع. وعلى فكره لما يقول لك ايه من الاعماق صرخت اليك، ما يقصدش ابدا علو الصوت، ولكن يقصد عمق الصلاه. ربنا يعطينا بركة هذا المزمور لإلهنا المجد الدائم للأبد آمين. مرن أشتم بن صوتي ربي ما يرمين أغاثوس لين صباف شنيت خارون أفيو وهم صوتي مون أرب رز فابين ريغون أوتين شو سن بتيرن تنسو توكوس مرين سماوين بن صوتي رنتف كان النوبي ناني بولتو بهم بشوين سريغون وبسي أوري موسن إفانجيلي استيس اوا مالكونس بيا بونستولوس تفكان النوبي ماني بولتو بهم بشوي سريغون وبينش تنار شيرنس اوا بتروسيرو مرتيروس تفكان النوبي ماني بول جيفس مروت جيفيوت نمبشيري نمبب نف ماينس اوب تتري